نقفل الملف الطبي في هذه الحلقة وإلى الشدة. الشدة قد تعني مسميات كثيرة، لكن في موضوعنا هذا هو زي تقليدي مشهور في مدينة تلمسان الجزائرية، يعد لباس للعروس ويعد حلتها التراثية في هذا اليوم الذي تحتفل به طبعا ويحتفل به ذوها. يصل وزن هذا اللباس إلى 15 كيلوغرام. السبب لأنه مرصع بأصناف متنوعة من المجوهرات النفيسة، ويبلغ سعره نحو 4000 دولار لأنه مطرز بخيوط ذهبية. المميز في هذا الموضوع أن منظمة اليونسكو صنفت لباس الشدة تراث إنساني عالمي لقيمته التاريخية والجمالية والحضارية، ولأنه لباس ملكي كان يرتديه قديما الملوك الزيانيين في مدينة تلمسان العريقة. إذن تفاصيل هذا الزي والتراث الإنساني العالمي الذي حاز على مسمى طبعا من منظمة اليونسكو، والذي ارتدته زميلتنا حفيظة بن زعيم في ليلة زفافها، وهي طبعا معدة وبروديوسر لبرنامج ام بي سي في اسبوع، حصلنا على هالمعلومة مؤخرا طبعا. تفاصيل هالموضوع مع الزميل رفيق بخش المتابع. يا من طلع هلالك يبشي ضرام هلالك تحكي شموس لك لا هجودني. هذه العروس التلمسانية ترتدي أرقى لباس تقليدي في حضارة الزيانيين يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر. هذا اللباس الملكي الذي يسمى بالشدة يتكون من فستان حريري واسع الأكمام مصنوع من قماش رقيق وشفاف يسمى القطيفة، منمق بحبات من اللؤلؤ ومرصع بالبرقة والدانتيل المطرز الذي يطلق عليه التلمسانيون بالفتلة، وهو خيط ذهبي يصنع في مدينة تلمسان عاصمة الزيانيين. هذا الخيط الذهبي يستخدم في عملية التطريز، ولهذه الأشكال المطرزة دلالة عميقة ترتبط بالبيئة الزيانية في مدينة تلمسان كالعمران والحدائق وجمال المرأة. ويعتمد الطرازون على اللون الذهبي ليضفي على الثوب لمعانا شديدا ملفتا للأنظار، لذلك اشتق هذا اللباس تسميته من اللمعان الشديدة. سمي هذا اللباس بالشدة كون الخيوط المطرزة به وهذه المجوهرات مشدودة ومتماسكة ببعضها البعض، ولزاما على العروس أن ترتدي هذا اللباس يوم زفافها كي تطأ قدماها بيت الزوجية. هذا التاج الملكي المخروطي يوضع على الرأس وهو مطرز بالفتلة، يغطى الجزء السفلي منه بقلادة من الذهب مزينة بالأحجار الكريمة مثل الياقوت والزمرد والألماس، ويرفق على مستوى العنق بقلادة، أما الأذن فتتزين بأقراط كبيرة مخرزة تسمى بالقرصة، ويوضع حول الخصر منديل يسمى بالمثقلة، يتميز بخيوط ذهبية عريضة مصنوعة في مدينة تلمسان. وفي منطقة الصدر يلبس قفطان قصير يطلق عليه بالجهر، وهو مرصع بنحو 50 صنفا من المجوهرات التلمسانية التقليدية الذهبية التي تسمى بالزرارف. العروسة كي نديرو لها التحويقة سورتو نهار العرس يكون قماش شفاف باش الشدة، باسكو الشدة سي كامل هذوك الجباين زرارف المجوهرات اللي نديروهم للعروسة نشدوهم دي روبان خيط او بيان هذوك الشدات يبانوا، لهذا نديروا قماش شفاف، وهذا المعنى تاعها ان العروس التلمسانيه شفافه ما عندهاش اسرار في حياتها، ما عندهاش، هذه هي الشفافيه. اما بالنسبه للقبعه التي تسمى بالشاشيه فهو نوع اخر من التطريز الذي يسمى بالمجبود، وهو خيط رفيع جدا ذهبي ايضا، اللي اولا الرسم يكون فوق الجلد
الجلد، وهذاك الجلد يتم تلصيقه على القطيفة، بعد ذلك نطرزه بالخيط الذهبي. لباس الشدة يتألف من 12 قطعة متناسقة ومحكمة، أبرزها الشاشية أي غطاء الرأس والقفطان والبلوزة، وهي القطع التي تجعل الشدة أكثر جمالا وبهاء. تستغرق مدة خياطة الشدة 4 أشهر، وتظل العروس التلمسانية ترتديه طيلة 6 أشهر على الأقل بعد زواجها، وذلك في مختلف المناسبات العائلية والأعراس والاحتفاليات. في سنة 2012 صنفت منظمة الثقافة والتربية والعلوم اليونسكو الشدة في قائمة التراث الإنساني العالمي، وذلك لعدة عوامل أبرزها أن هذا اللباس التقليدي استطاع أن يجمع عدة حضارات متعاقبة على مدينة تلمسان العريقة، وشكلت في نهايتها الشدة التلمسانية. فالفوطة مثلا هي من الحضارة الأمازيغية، أما القفطان فأصله من الحضارة العثمانية، والبلوزة أو العباءة مستمدة من الحضارة العربية، في حين أن الشاشية من الحضارة الأندلسية. وقد تمكن هذا الزي التقليدي من الحفاظ على كل هذه المكونات عبر الأجيال. الكتان اللي باش اللي ترزوا عليه، الخيوط الذهبيه اللي تطرز بها هاد الاقمشه كلتها محليه، على بها كانت معناتها ميكانيزمات حفزت على عمليه تصنيف اللباس. الشد لباس ملكي فخم توارثه التلمسانيون جيلا بعد جيل، حافظوا عليه وصانوه من رياح التغيير والتجديد، هو مصدر فخرهم واعتزازهم ومرجعيتهم التراثية والثقافية بامتياز في مدينة تلمسان عاصمة الزيانين. رفيق بخوش لأم بي سي في أسبوع، مدينة تلمسان غرب الجزائر. إذن مشاهدينا ومستمعينا، فاصل لعله يكون الأخير.